وصل وفد من المملكة المغربية بقيادة الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فضيلة الشيخ محمد رفقي ممثلا للملك محمد السادس. الوفد جاء خصيصا لتقديم واجب العزاء لتشاد قيادة وحكومة وشعبا بفقدان فضيلة الشيخ حسين حسن بكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية آدم محمد شرف الدين. بعد تلقي نبع وفاة الإمام ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بكر فقيد الأمة التشادية الذي وافته المنية ليلة الاثنين الماضية في باريس العاصمة الفرنسية، جاءت زيارة وفد المملكة المغربية بقيادة الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فضيلة الشيخ محمد رفقي ممثلا لجلالة الملك محمد السادس ملك مملكة المغربية، وذلك لتقديم واجب العزاء لفقيد الأمة التشادية. وفور وصول الوفد قدم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كم هو أليم جدا وكم هو قاسي علينا جميعا الحديث عن عالم جليل رباني بصيغة الماضي. إنه العالم الجليل المشمول برحمته فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد الشقيقة ورئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع تشاد. إن الأقلام تجف والقلوب تتوقف بدقاتها والأبدان تقشعر بما لا تستطيع التعبير عن الأسى وبالغ الحزن مما أصابنا جميعا من مصاب جلل خسرت به الأمة عالما جليلا ومنارة علمية قلم فيلها. نجل الفقيد فيصل حسين حسن قدم كلمة الأسرة أشار فيها إلى المواساة الأخوية ومعازرة الوفد المغربي على هذا الحزن العميق والمصاب الجلل الذي حز البلاد بفقدان أحد رموزها فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بكر. من جانبه مفتي الجمهورية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو قدم كلمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. الدكتور حسين حسن بكر والذي كان صاحب المبادرة الحديثة في توطيد عرى العلاقة بين المملكة المغربية وتشاد تلك العلاقة الضاربة في عمق التاريخ منذ القدم نتيجة للمنطلقات المشتركة بين الشعبين المتمثلة في الثوابت الثلاثة التي كان يذكرها المرحوم المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني. هذا وأن العلاقات التي تربط بين البلاد والمملكة المغربية عزلية وتاريخية، ويؤكد ذلك التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف المغربية والتي تم خلالها إنجاز الكثير من الخدمات الخيرية المتمثلة في دعم الكتب العلمية والشرعية أكثر من 10,000 مرجع، وكذا بناء مسجد جلالة الملك محمد السادس بحي دقيلة. كما تأحدت المملكة المغربية بتدريب 200 من الأئمة والدعاة في مجال الخطابة، وقد شاركت دفعتين منها، والدفعة الثالثة هي الآن بالمملكة المغربية. كما أجرى زميل آدم حسن المكاوي مقابلات مع الأصدقاء والأقارب وكذا مساعدي فقيد الأمة فضيلة الشيخ حسين حسن أبكر في العمل الذين عايشوه لفترة طويلة. إمام الشيخ الجليل حسن حسين أبكر هو رجل أمة ورجل أمة، وما قدمه لا يمكن أن نوصيه في هذه الكلمات. الشيخ حسن حسين أولا ساعد في استباب الأمن في البلد، لأن هو بقناته كذلك هو أولا جاب لنا أننا الآن نهى الطائفية ونصير الآن ما عندنا أي اختلافات دينية ولا مذهبية ولا كلنا يعني الآن مثلا نشعر بفراق الشيخ حسن حسين. كذلك أسس عدة مؤسسات، كل المؤسسات أي مؤسسة تعتبر عربية إسلامية وكل من ورائها الشيخ حسن حسين أبكر. لم يتحدث باسم القبيلة
ولا باسم أسرته ولا باسم، إنما هو يتقدس دائما باسم تشاد. الإمام معروف بصراحة، دائما تجده مبتسم، وهو دائما لديه كاريزما خاصة في إدارة المؤسسة الدينية، وقد انتقل بهذه المؤسسة الدينية لتصبح مؤسسة تقدم الخير للوطن، وأيضا تسعى إلى توحيد الرؤية وتوحيد منهج هذا البلد. حقيقة أصبح التشاديون يلتفون حول هذا المجلس، وأصبحت يعني قد وضع أولويات ووضع ثوابت لهذا الوطن ولهذه الأمة، وأعتقد أن الأجيال ستفتقده، لأنه يعني صراحة دائما يهتم بالعلم ويهتم بالأجيال الجديدة ويسعى إلى بث الروح والحماس في الكثيرين، لأنه عندما يجلس مع الشباب كأنه شاب وهو يحاورهم بلغتهم. هذا الرجل أهدي به منذ طفولتي، منذ 91 إلى آخر ليلة يسافر إلى فرنسا من حيث لا رجع. هذا الرجل رجل خلقه الله لخدمة الوطن. كان في يوم من الأيام يطوف بيت الله الحرام، الناس يسألون الله في هذا المقام، يسألونه المال والغنى والرفة، وكان سؤاله دعوته التي يرددها في هذه السانحة يقول دائما: اللهم سخرني لخدمة الإسلام والمسلمين. كان يطوف البيت ويقول: اللهم سخرني لخدمة الإسلام والمسلمين. هذا هو دعاه، وحقيقة سخره الله لخدمة الإسلام والمسلمين في هذا البلد، وقدم الكثير من الإنجازات لا يمكن حصرها في كلمات، هي إنجازات ناطقة. أنا في رأيي، أرى رأيي البسيط، أرى أن هذا الرجل تعب كثيرا لهذا الوطن، والله سبحانه وتعالى أراد له أن يرتاح إلى جنبي. الآن جاء الوقت ليرتاح، لأنه رجل لا يعرف الراحة أبدا. مصطلح أو مفردة الراحة غائبة في قاموسه، يجد ليل نهار إذا سافرنا معه في خارج البلاد في البيت ليل نهار لا يعرف الراحة. أفنى عمره هذه كلها في الحفاظ على ثوابت هذا البلد، وجاء الآن الله سبحانه وتعالى أراده إلى جنبي أن يرتاح. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية شخصيته شخصية عظيمة، وقد عايشت منذ فترة طويلة تقارب 20 عاما، فأنا أعتبر نفسي أحد أبناء الإمام. كان دماسة في الأخلاق، لا يكن لأحد شيء، إذا تكلم مع أحد في غلظة وذهب وعاد لساعات فهو يسامحه وكأن لم يجري بينه وبين هذا الشخص شيء. ولا زالت تتواصل إلينا برقيات التعبية، حيث هذه البرقية من مصطفى كي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونصها: لقد علمت ببالغ الحزن والأسى رحيل الإمام حسين حسن أبو بكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتاريخ 14 يناير 2018 بباريس. لقد كان المرحوم حسين حسن أبو بكر صانع للسلام طيلة سنين عدة، حيث عمل إلى جانب علماء الدين لترسيخ ثقافة السلم الدعوة والإرشاد بجاد، إذ يتجلى ذلك في رمضية 28 من نوفمبر كيوم للسلام. بهذه المناسبة الأليمة والمصاب الجلالة على الأسرة والأقارب، اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بخالص العزاء راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في فردوسه الأعلى مصطفى كي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. كما وصلت العديد من برقيات التعزئة إلى قسم التحرير، والتي يتقدمون فيها بالتعادي لرئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى أسرة المرحوم الشيخ حسين حسن أبو بكر وإلى الشعب التشادي، وهذه البرقيات أولا من السفراء والسياسيين ورجال الدين. السفراء: عثمان مطر بريما سفير تشاد بالمملكة العربية السعودية، أحمد علامي الأمين العام للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية، مريم جاموس الرئيسة الوطنية لنساء الحركة الوطنية لإنقاذ، ياسين عبد الرحمن ساكن رئيس الحزب الإصلاحي جدة، محمد جبريل رئيس مكتب الحركة الوطنية لإنقاذ بجدة، أحمد أبو بكر حسن نائب رئيس الحزب الفيدرالي من أجل العدالة والتنمية، زينب عبد الرحيم رئيسة الشراكة الإفريقية للتنمية، الشيخ عثمان عبد بركة
مؤسس مجمع مبروكة صار مندا واحد. هارون جونية أبو تيس مفوض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية. محمد نور الحسن رئيس المنسقية الوطنية لدعم تطبيق الثنائية اللغوية في تشاد. أحمد محمد زين رئيس اتحاد أطر مسلمي تشاد. عمر عثمان إبراهيم المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للدعوة مكتب تشاد. حسن موسى الوالي مدير منظمة إقرأ للتنمية. الكونتنات والشيوخ التقليديين محمد حسب الرسول عباس كانتون عرب أولاد عيد، حسين أحمد كانتون عرب بني هلبة، سليمان شلتوت عفن كانتون تانية، إبراهيم راكب تيسو كانتون بيديو، محمد مسار بكر كانتون عرب بني هلبة واحد الأول بني هلبة اثنين، حسن علي شريف كانتون سيدامي وريل، الحاج أبكر أمان كانتون سوقي بيغيرا، محمد فضل مكاي كانتون مسيدية زروق أم حجر، آدم أحمد ممثل سلطان دار والدي بجدة بالمملكة العربية السعودية. الجمعيات المدنية والاتحادات المهنية والخلوي. الدكتور أحمد الرفاعي رئيس جمعية الشباب قري، موسى أبو بكر بطحة رئيس المنظمة الشبابية للتنمية والإصلاح، عبد الرزاق الحاج بنية رئيس نقابة النقلين بمركز إداري بوكورو، خديجة أبي موسى رئيس جمعية صناع الحياة، زوجو جوسيتي عبد الله مندوبة النساء التاجرات بسوق المركز الجميلة، عبد الكريم قابرو مدير مركز أم أيمن للعلوم الشرعية، الشيخ آدم إبراهيم كورتو رئيس خلوة دوناما لتحفيظ القرآن، الشيخ الغوني محمد زين عمر رئيس جمعية عباد الرحمن لخدمة القرآن بمدينة أم حجر. هؤلاء جميعا يقدمون العزاء لرئيس الجمهورية ديبيتنو ولأسرة الفقيد الشيخ حسين حسن بكر وللشعب التشادي. إنا لله وإنا إليه راجعون.